نتكلم معك شويه على الوداد سي عبد الرحيم، هذاك كنعرفك انك كنت قريب من الوداد الرياضي، شفتي العقوبه ديال الايقاف ديال محمد طالب مع الاتحاد الرسمي ديال الوداد الرياضي، واش كانت هذه توقيف سنه واش كانت منطقيه او كانت قاسيه في نظرك؟ كنظن ان ملي كنخرج واحد الخرجه سي طالب حبا في الوداد لانه كنعرفوه كناطق رسمي، كانت على الاقل في الظروف الحاليه نجلسوه، خصنا نجلسوه ونسنتوا له داك الشيء. شويه قاسيه بكل صراحه لان السنه بزاف فهمتي. دابا المشكل دابا المشكل دابا المشكل انت حكمتي عليه ياك، وراه من بعد قلتي راه كاين حكام خذوا فلوس يعني داك الشيء اللي قال راه كاين يعني التأويل ديالو راه كاين. دونك حنا خصنا بارفوا الفو جيري لي سيتياسيون ديليكات، كاين واحد لا سيتياسيون ديليكات. انا محتاج لفريق كبير بحال الوداد بحال الرجاء بحال الشيء، هذو راه لوكوموتيف ديال الفوتبول في الناسيونال. دونك هاد السيد مثلا خرج قلق، عنده راه عنده الملايين ديال الجماهير، ريح معاه وخصني نلعب الدور ديال المربي ديما تنقولها. هذاك السيد اللي غيحكم عليك ماشي الجدال ماشي سيف قطع لك الراس، خصني نلعب دور المربي، نقدر نعطي افيرتيسمون، نقدر نصحو لان محتاج لك كمسؤول. انا الشيء الرجاء، انا غنتكلم تاع الرجاء، الرجاء الجمهور اللي دخل الملعب والجمهور اللي ما دخلش، هذوك داروا سواليزون الشغب، اشنو ودنا ندير الفريق؟ واللي كانوا في البلاد ماشي كانوا رياضيات. دونك انا كاين قانون في البلاد، هذوك اللي داروا الشغب بغينا نشدهم، الفرقه ان توشاب، فلهذا خص واحد يعرف يجيري. وحنا كنمروا بواحد واحد واحد الازمه، ماشي واحد الفتره ديال انتقاليه، اوني سيبلي با لادفيرسير. قبل ما نقدوا على الدول اللي داير لك ها انت غتورغانيزي 2025 وكتورغانيزي 2030 كوب دي موند. دونك انا خصني نجري المشاكل ديالي داخليا، ما نخرجهاش نعطيهم فرصه. دابا غادي تدخل تشوف بعض القنوات، انا جابني هذا الشيء